السلام عليكم، نهاركم زين ومبروك خياتي. ان شاء الله لفيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير وعلى خير. في هذا الفيديو راح نحضروا كيك يومي بالكاكاو رائع وجد اقتصادي مع صلصة الكاكاو الرائعة اللي ما تفرقوهاش عن شوكولا. نحتاج كمقادير لهذا الكيكة بيضتين مع رشة ملح، راح نضيف عليها 140 غرام سكر عادي، راح تجيكم حوالي 7 ملاعق كبيرة، ونضيف ملعقة صغيرة فانيليا. نضرب شوية هاد المكونات حتى تذوب كامل حبيبات السكر. وانا الكأس اللي عبرت به كامل المقادير يرفد 160 مليلتر، راح نضيف عليهم 120 مليلتر زيت نباتي حوالي 17 ملعقة كبيرة، وحاولت اني نعطيكم كامل المكونات بالملعقة. وفي نفس الوقت راني نضرب، وراح نزيد هنايا 160 مليلتر نسكافيه اللي كنت عملت 160 مليلتر ماء وضفت عليه ملعقتين صغار نسكافيه. ونروح نحضر المكونات الجافة اللي راح نحتاج فيها 200 غرام فارينة، يعني كأسين يكونوا مملوئين جيدا، ما يعادل 10 ملاعق كبيرة. وراح نضيف ايضا كيس ونص خميرة الحلوى وزن 10 غرام. نضيف عليها ملعقة كبيرة من الكاكاو البني، أنا استعملت هاد النوعية ريفر، وكما لاحظتوا أنا استعملت هاد الماركة سابقا في التوابل، ولقيت أيضا في هاد الماركة الكاكاو البني، قلت علاش ما نسيهش هو تاني، وبصراحة عجبني لواحد الدرجة ما نحكي لكمش. يعني البنات إذا صبتوا هاد الماركة لازم تسييوها. نخلط المكونات الجافة وراح نضيفهم على دفعتين للخليط تاعي، وفي نفس الوقت راني نخلط بالدراب الكهربائي بهذه الطريقة. وراح نجيب المول اللي راح نطيب فيه الكيكه، انا هاد المول تاعي القطر تاعو 22 سنتيمتر. ندهنه بقطعه زبده جيدا ونغبره بالفارينه، ونفرغ فيه الخليط، وندخل المول تاعي للفرن اللي يكون مسخن من قبل على درجه حراره 180. راح نخلي الكيك تاعي حتى يطيب. وهنا البنات دائما الكيكه اللي نكونوا نستعملوا فيها الكاكاو من الاحسن انكم تشوفوها طابت او لا باستعمال عود اسنان. اذا خرج لكم هذاك العود ناشف يعني الكيكه تاعكم طابت. نخلي الكيكه تاعي تبرد تماما وراح نديمو ليها بهذه الطريقه. شوفوا البنات هنا هذاك الكاكاو مد لي اللون رائع للكيكه تاعي. هاوليكم الكيك تاعي وشوفوا راح يجي بزاف خفيف. ونروحو نمرو نحضروا الصلصه الرائعه اللي نحتاجو فيها ملعقه كبيره تكون مملوءه جيدا من الكاكاو مع ملعقتين ونص سكر عادي. نضيف عليهم نصف ملعقه صغيره من نسكافيه، وراح نضيف هنايا عندي 160 مللتر حليب، راح تجيكم حوالي 20 ملعقه كبيره. نضيف القليل من الحليب ونبدا نخلط هكذا باش يتفتح لي هذاك الكاكاو بكل سهوله. وراح نضيف ايضا ملعقه صغيره من نشاء الذره، نخلط حتى تتفتح كامل الحبيبه تاعي، وراح نكمل نضيف باقي الحليب ونديها على نار تكون هادئه مع التحريك المستمر حتى تعقد الكريمه تاعي. هنا غير تعقد شويه تنحيوها من فوق النار. وفي الاخير راح نضيف لها ملعقه صغيره من الزبده هكذا باش تعطيها بريق ولمعان. وهاي لكم الكريمه تاعي. راح نفرغ الكريمه على الكيك وهي مازالها سخونه بهذه الطريقه. هنا شوفوا البنات لون الكريمه تاعي كيفاش يعني رائع من هذاك الكاكاو. يعني كل وين كانت عندكم نوعيه الكاكاو جيده راح تتحصلوا على كيك وعلى كريمه رائعه. وفي الاخير راح نزينه بمبشور جوز الهند. هاوليكم الشكل النهائي، ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم خياتي. ويلا هنودو شمروا على درعيكم، سيوها القهوه العصر وردوا لي بالخبر، وسلام.